يعني شريتي كل الاغراض اللي نحتاجها عشان ما نرجع البيت؟ ايش عندك في البيت؟ ولا شيء، بس شمسه. لا اتفقنا ما نجيب طاريها. يما انا ما شك في شمسه، ناصر اللي يقدر يغير ارقامي لان مسجلها على حساب الشركه. قلت لك احنا اتفقنا ما نجيب طاريها. زين على الاقل نقول لها ان احنا بنبات برا البيت الليله. هي مو بولية امرك علشان تبلغينها. بعدين قلت لك خلاص يا دلال، لا تحكرين مزاجي. شكرا. امشي. ما فكينا من هذا، سيري بيلي طشت ماي حارة نقع عيوني مثل الأفلام. لا مش في آلك. شو مش بش آلك؟ لا 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 مش شي آلك. شو انت يعرف وفي حرمة تقول حق ريلها كذا؟ أنا مراكض طول اليوم ورا أبو راشد ولا من مكان إلى مكان، حتى على أبو سهم واحد ما أخذ لي. بس صدقين طلع هذا عنده فلوس وايد زينة ونحن ما ندريبه ولا تحرى حافي من التف. إيه دير بالك انت تتكلم عني كاني مو موجود. عمي خل عمرك مو موجود، ترى عندي كلام وايد بقوله بعد. شلون يعني عقار؟ لا عفو عليك عمي، انا عقر فيك الله يهديك. بعد ترى انت ما تهون علي الله يهديك، راعي افضال علي. تسدوا البيت من غير الست شيخه ومن غير منى ملوش اي طعم. اي والله معك حق يا عزيز، حتى راشد مكانه بين. يعني انت اللي اشتريته هذا كله من عنده؟ ايه من عنده عيل، من عندك؟ وعلي انا وين عندي فقير يا الله عباب الله. قول الحمد لله يا ريال، اللي معهوش ما يلزموش. الحمد لله على كل حال، ترى في ناس تاخذ وناس تعطي. شو تقول انت؟ اقول اللي يعطونك اياه باليمنى ياخذها اكل عيار باليسرى. اقول استريح، ناصر استغنى عن اللي عندي وعني بعد. أقول قومي قومي قومي، يبي لي الطشت هذا الماء الحار، خلنا نقع ريولي. لا 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 إس وين راحت؟ وين طست؟ وين ذلفت؟ حتى ما كلفت خاطرها إلا ترفع السماعة وتعتذر؟ ليش؟ ليش شايفتني رخيصة الكثر؟ ليش؟ هاي أنا أتكلم معاك، ردي علي وين رايحة؟ ردي علي. أنا أقول لو تروح بيتكم يكون أحسن لك، هذا إذا عندك بيت، لأن أنيات خالتي وشافتك لهالحزة هني بتسمع كلامي يعور قلبك. شو مسوي أنا؟ قاعدة أنطر خطيبتي، قلق عليها، شو سويت؟ أخاف صدق عاد، خطيبتك، شاكو خطيبتك، وأنت حتى دبلة ما لبستها، مع أنه أرخص شيء الدبل. انطمي، انطمي شمسو أحسن لك. لو سمحت، أنا تعبانة أبي أنام، البواب ينتظرك عشان يسكر الباب. ذلفي؟ ذلفي وذلفي منزل القعدة وياك عاد. أقول لك شيء، ألفاظك هذه ما عادت تتأثر فيني، تصدق؟ تعودت على أسلوبك البايخ. على فكرة ترى ماني رايحة أنام قبل ما تمشي من البيت، لأن خاف يضيع شيء وباكر أنا اللي أنام مثل هذيك المرة. نلتقي يا شمس، نلتقي. باي. ميسة اتصلت فينا الواحدة تلو الأخرى مثل ما يقولون في القصص، وقالت يا بنات جهزوا نفسكم، ترى عندنا اليوم سهرة خاصة. وأنا الشنطة الخاصة بالرحلات المفاجئة جاهزة، ما صدقت على الله تيني رحلة مثل الأيام الخوالي. أنتوا إيش فيكم؟
شنو مبطلين معهد صحي ولا مجمع لغوي؟ ايش فيكم تتكلمون بالفصحى؟ وانا اقول ايش معنى ميثا ونوره وميس ما زرناهم؟ اثار امي مخططه كلنا نلتقي هنا. صراحه يا دلال امك عجيبه، احس انها كان ودها تقعد معاك تسولف معاك، الا انها طلعت وخلتنا نقعد بروحنا. فعلا عجيبه، بس انت شلون طوعك قلبك؟ انا اسفه. قوليها يا روزا، انا استاهل التأنيب. دلال ما طردتها، كل اللي صار سوء تفاهم لا اكثر. لا تدافعين عنها يا ميس، احنا اتفقنا نجلس مع بعض جلسة مصارحة وما نجامل بعض فيها، واللي يبي يزعل يقدر ينسحب من الحين. يعني كل واحد يقول حق الثاني كل شيء وبدون زعل. انا عن نفسي مستعدة اسمع كل ارائكم لاني ادري انك بتحبوني. وانت يا دلال؟ انا بعد، يعني all for one and one for all. شنو هذا بعد؟ من طلع شعار؟ فرسان ثلاثة. اي بس احنا ستة مو ثلاثة. المهم لنا شعار ثلاثة ولا ستة ولا عشرة. بس انا للحين مستغربة من ردة فعلها يوم شافتنا، يعني توقعت تعطينا ظهرها وتمشي او تسلم علينا الواحدة تلو الاخرى. الواحدة تلو الاخرى مرة ثانية بعد؟ خلاص زي خليني اخلص كلامي. بس انها تلوم امها وتقعد تصيح، هذا اللي ما توقعته. لأن اليوم أمي رجعتني سنة لورا، رجعتني الأيام حلوة كنت ناسيتها وصديقات أحلى ابتعدت عنها. بلا عارفة إنه حتى عرسة ما حضرتي؟ ما عزمتيني، ولو أعرف تاريخ عرسك كان جيت بنفسي. دلال أنا ويارا جيناك البيت عشان نعزمك. وحضرتك رفضتي طبعا انك حتى تنزلي، ومديرة اعمالك شمسة سألتنا دي ما نعطيكي هالساعة. لو القصة قصة مصاري انا مش فرقانة معي بدفع، بس معقول صديقتي دلال ما تنزلت حتى تقلي مرحبا؟ هيدا نهار كتير ضايقتيني. انا رفضت تنزل؟ انا طلبت فلوس؟ انتو تتكلمون عن من؟ عني ولا عن واحدة ثانية؟ عنك طبعا. نتصل فيك مرة وثنتين وثلاث وما تردين علينا، عقب قلنا خلاص إذا إيه تبينا بتدق. وأنا بعترف لك بشي وقدامهم كلهم، لا تقولين الواحدة تلو الأخرى. خلاص أنتي قلتيها. تتذكرين آخر مرة تخاصمنا فيها وخدتي الساعة مني؟ أنا كنت ناوي أردها لك. وأنا كنت متضايقة عشان الساعة في الأيام الأولى، لكن عقب فكرت قلت الساعة ولا شيء، أقدر أجيب مكانها عشر، بس صديقتي شلون أستردها؟ وراحت لك البيت بدون ما تقول لي، وبعض ناس قالوا لي وبدون ذكر أسماء إني لو كنت جاية عشان الساعة فهي راحت علي. تفداك الساعة؟ أنا ما اشتيها ألبسها من ذاك اليوم ولا أدري إنك جيتي. بس من قال لك؟ أمي. أمك ما تسويها. شمسة؟ ولا شمسة. عيل من؟ إيزيس. لو سمحت ممنوع الدخول هنا. شنو ممنوع الدخول؟ تحت مو راضين يحاولون المكالمات، وين حاطين الاثنين سكيورتي؟ وين قاعدين احنا؟ شيكاغو ولا بنيويورك؟ لو سمحت قلت لك ممنوع الدخول هنا. يبا انا قريبهم بديش واخر. لو سمحت لو بدك تتفاهم في الست كبيره في انتظارك في السويت الثاني. تفضل تفضل لو سمحت. كنت متوقعه انك تدور علينا في الفنادق وتعرف مكاننا، صرت اعرف اسلوبك. انا عاد متفاجئ باسلوبك معي يا عمتي. أنا تمنعيني من إني أتصل بدلال وتحطين سيكوريتي على الباب؟ ليش؟ لأني أبغي أعرف أنت شو تبغي بالضبط من دلال. سؤال وايد كبير ومفتوح. يعني شنو وش تبي من دلال؟ أعتقد أن سؤالي وايد واضح يا ناصر. أنت شو تبغي من بنتي؟ بنتي حلوة، بنتي وايد عجبتني. أخيراً تذكرت إن عندك بنت اسمها دلال. معنى كلامك إن أنت حضرتك ما أخذ بالك منها وأنا أهملتها؟ أهملتيها؟
انتي اصلا طول عمرك ما يهمك غير نفسك وبس. النيو لوك، تسريحه شعرك، مجوهراتك، سفراتك، عطورك، حتى يوم اختارت طريق ما يناسبها ما قلتي لها. تبين اي شيء يشغلها، اي شيء يشغلها عنك، صايره مثل حجر عثره في طريق مسيرتك العظيمه كأم ومسؤوله. طيب ما دام انت صرت خطيبه على قولتك، ليش ما حاولت تمنع الخطا اللي انا سويته وتمنعها عن هالطريق؟ ومن قالك اني انا ما حاولت؟ والدليل على كلامي انها بطلت تغني، تركت عن الخرابيط والسخافات اللي تسويها، وهذا بفضلك انت. شوفي يا عمتي، انا ما يشرفني اكون عمتك، وانا ندمانه اني دخلتك بيتي يا ناصر. انا ما دخلت ولد اخو، دخلت عدو. اسمع يا ناصر، من اليوم ورايح بيتي يتعذرك، والتوكيل اللي عندك اعتبره ملغي، ليش انا دلال باكر الصبح بتلغي. وهذا كلامك ولا كلامها؟ كلامي وكلامها واحد. ولا تخاف، المحلات مالت العطور اللي انت اشتريتها بتبقى باسمك، بس على شرط انك تدفع الايجار، لان اخوي كاتب شيكات حق 6 شهور والعقد باسمك، واخوي ما مستعد يتحمل مسؤوليه ريال كداد وفلوسه له. كملي واصلي عمتي، اقصد يا اخت ابوي، كملي كملي سالفتك كلها، قولي لي كل اللي عندك، لان اذا خلصتي عندي موضوع مهم بكلمك فيه. اوكي واصلي؟ اوكي. واذا ما سددت المتاخر والمتقدم انا راح الغي العقد، بس بكون طيبه معك، ما راح الزمك بشيء، علشان تشوف لك مكان ثاني تاسس فيه نفسك ولا اللي بقى منها. حاضر حاضر يا اخت بابا، حاضر يا اخت ابوي، اللي تامرين فيه. بس انا عندي مشكله صغيره، انا ما اقدر اسس نفسي بعيد عن حبيبتي زوجتي. زوجتك؟ زوجتي. لحظة، هذه صورة من عقد الزواج، زواجي أنا وحبيبتي دلال. تقدرين تأخذينها وتحطينها في برواز؟ أنا بدفع قيمة البرواز ولا يهمك، ضيفيها على مقدم الإيجار اللي تتكلمين عنه، وبعدين جيبي لي الفاتورة أدفعها، أنا ما عندي مشكلة. بس عيب، احنا اهل، انت عمتي وامرتي، ادفع فاتوره عيب. سمعا وطاعة حبيبتي؟ لا، بتقول لي سمعا وطاعة يا روح قلبي. شو الغرورة؟ اي والله خقاقة. مش مغرورة، بس عارفة ان انتي بتحبيني يا كاميلا. انتي لا تسوي كذي، تراني انا اولى. انتي مكسوفة يا بيضة، انتي لحمامتك يا نونة، نونة يا زقنونة، لا تسوي لحمامتك يا ننة. يلا روح هات العبة بسرعة. زين عاد انا وين اقعد؟ اقعد في النوبية ترياك هناك. انا حبيت هناك لان انا تعبانة، انا مش حامل مروحة ومجية. يا الله المروحة، حلوة هاي المروحة. لا حمامتك يا بنت يا زقتبت. والله ما عندي خبر، ودلال يا خالتي ما يمت لي سيرة. أنا متأكدة أن هالورقة لعبة جديدة من ألعابكم. خالتي أنت ظلمتني، أنا أنت اللي ظلمتي نفسك. عموما أنا ما جاي أتكلم عنك، أنا أبغي أعرف سالفة هالورقة. خالتي
هاي شكلها زواج عرفي. لا والله، الحين انا مكلفه على نفسي وجايب هالوقت علشان حضرتك تفسرين لي ان هالورقه زواج عرفي. ادري يا شمس انها زواج عرفي، بس اكيد بنتي ما تدري عن هالورقه، وانا جيت اسالك قبل لا اسالها. خالتي صدقيني دلال تدري، انا متاكده ان هي تدري. لو ما تدري كان ناصر ما ياك ويا بلك هالورقه، وما يا بهالورقه لانه هو واثق ومتاكد انه هو الاقوى. وين قاعدين احنا في غابه؟ شو اللي اقوى واضعف؟ انا ابغي اعرف ايش مقصده من هاللعبه الحقيره هذه. ولا تقولي لي ما تعرفين، لان انتوا الاثنين من طينه واحده واكيد طابقينها مع بعض. خالتي والله انت ظلمتني، احلف لك بشنو عشان تصدقيني؟ انا بروحي مو مصدقه دلال، شلون تخش عني شيء مثل هذا؟ ايوه انا قلت كده. وانا قلت لك قولي هالكلام؟ لا بس ست شمس هي اللي قالت لي اقول الكلام ده، على اساس ان هو كلامك انت. يا دلال صدق ما عندك سالفه، ناديه المره الحزه عشان تسالينها هالسؤال؟ كلنا عارفين ان ازيس ما لها شغل. ايه بس شمسه ليش سويت كذي؟ هو انا اللي كنت فاكره ان احنا هنقعد قاعده كده كلها غنى وفرفشه؟ يا ريتني ما سبت خميس وجيت. صراحه ازيس معاها حق، بس مع عتاب خلونا نسهر سهره حلوه ونستانس، ترى هاليوم ما بنتجمع معها مره ثانيه. وش اللي يمنع؟ علي رجع بكره من باريس، يعني انا بس لليله فري، وهو وعدني انه ما راح يسافر لحاله الا للصيف الجاي. يا بنت الحلال خلي الريال يشوف شغله، وانت كلهم جابلتنا. انت مقهوره لانه ما عندك حدا يجابلتنتش. لا ميثا معاها حق، يعني احنا معظمنا ارتبط، وانا عقب الزواج ما اقدر ابات برا. وانا بعد مع ان طلع روحي على ما اقنعته اني ابات هني. يعني باختصار هذه ليله من العمر. بتصدقوا يا بنات، انا ايام الجامعه كنت اقول اي متى ما نخلص بدي ارتاح وننبسط اكثر، بس اكتشفت انه ايام الجامعه اجمل شيء. والزواج شو عيبه ست يارا؟ الزواج حلو بس ايام الجامعه احلى. وانا بعد حنيت لذيك الايام، وان شاء الله انا وميثا نكمل دراستنا في امريكا. حلو، عيلناكوا نفس الولايه اللي بنروحها انا وسلطان. لا حبيبتي عشان ياكل ويشرب على حسابنا. لا عاد مو لهالدرجه. روزا قولي هالكلام حق حد ما يعرفه. اذا امه بتي ويانا اوكي موافقين نروح نفس الولايه. اي النحيسه تبينها تصرف عليك بعد. شرفك ازيز، دقلنا شي لفيروز. بس كده تحت امرك، بس بشرط انت اللي تغنين هالمره. انا يلا يلا يلا. صار بعد السهر صار تحرز المشوار، صار صار بعد السهر صار تحرز المشوار، صار كتار هوزوار شو تعرفين توقيع بنتك له؟ هو هذا؟ ايه. الله يهداك يا عمتي، بدل ما تطلعين في الورقة كان سألتيها هي. في قلبي غصة يا راشد، مو بقادر أصدق إن بنتي اللي ربيتها أحسن تربية ترضى على نفسها وتوقع ورقة مثل هذه. الورقة هاي شرعية يا عمتي، ولو ما كان واثق من شرعيتها ما كان يابها. إذا واثق من شرعيتها عيل ليش راح ياب الشيخ من المحكمة وكان ناوي يملك؟ الزواج الشرعي توثيق من المحاكم، بس هالورقة شرعية بعد، لأن فيها توقيع وفيها شهود وفيها قبول من الطرفين. إيه ما عندك شيء تقولينه؟ يما إحنا كنا ماخذينها عن ضحك، أنا حتى نسيت الموضوع. كنا في المكتب قال لي ايش رايك نتزوج، قلت له اوكي، نادى اثنين من الموظفين ووقعوا وبس يما ايش تبيني اقول، هذه الورقه ما لها اهميه.
هذه الورقة معناتها أني أنت زوجته. شنو زوجته؟ يما إحنا كنا نتقشمر. هذه مو بقشمرة يا دلال، هذه زواج. يعني شلون؟ يعني إحنا الحين تحت رحمته، هو اللي يملي علينا شروطه. خلاص أنا بكلمه وأقول له إيش يقول ورقة. يا سلام بهالبساطة، وإن شاء الله توقعين يقولك حاضر وإن شاء الله. أكيد يما، إحنا علاقتنا زينة وما أفتكر يقول لا. سمعيني عاد، أنت راح تقولين للكلام اللي أنا أقولك إياه، سمعتيني؟ بالضبط الكلام اللي أنا أقولك إياه. تزوجت؟ لا وعرفي بعد. لا مو بصحيح. هذا كلام من الشيخة، وتقول إن عندها نسخة من الورقة وعندها الأصلية. وشو اللي يخليها تسوي كذي؟ اللي يخليها تسوي كذي غبائها. يا أخي أنت ليش متحامل عليها؟ من حبي لها يصعب علينا أشوفها غبية. الكل قال لها هذا كان مالك وكان وكان، لكن كذبت الكل وخسرت الكل وراح تدفع الثمن. أي ثمن؟ ثمن غبائها. أنت حسبالك ناصر هذا ما راح يستفيد من هالغباء هذا؟ يا أخي أنت ليش تردد هالكلمة؟ يمكن هي تبيه، وبعدين ما وافقت على خطبته إلا لأنها تبيه. طيب شو طيب؟ أنا أقول نردح شغلنا وايد أفضل. يا ليتك ما قلت لي. أي شغل هذا اللي بنرجع له؟ أنا مو قادر أركز ولا قادر أسوي أي شيء. أنا خفت إنها تحرمني مني أنا أشوفك، فاضطريت أوريها الورقة علشان لا تحرمنا من بعض. بس أمي مو رافضتك مثل ما أنت تظن يا ناصر. ما عليك، بعد أنت ما سمعت إيش قالت لي. كلام ما أبي أعيده لأن كلام كان وايد 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 قاسي علي. حتى ولو أمي ساعات تقول أشياء ما تقصدها. يعني شنو أفهم من كلامك إن عمتي ما عندها مانع إن إحنا نتزوج بعض؟ مو قبل ما تثبت لها حسن نيتك. ليش تضحك؟ العبي غيرها يا بابا. شنو؟ يعني أنت جاية هني علشان تبينا نلغي زواجنا؟ كانت قشمرة يا ناصر. وبعدين نرد نتزوج صج، صح؟ ايه صح. دلال روح اقول حق اللي مطرشتك هذه ان انا راضي بالغشمره، ما بيتزوج صج. انت شو تقول؟ اللي سمعتي. انا ما عندي مانع ان انا اطلقك، بس بشرط ارضيني. ارضيك؟ وبطريقة عملية تدفعي لي بدل وقتي الضايع وبدل غشمرة. حلوة حلوة هذه بدل غشمرة، قسما بالله حلوة. وانا شسا وتدرون اني ما اقدر عليه، لا يحشمني ولا يحشم حد. لا حول ولا قوة الا بالله. قول شي يا راشد. ايش اقول يا عمتي؟ المسألة ما يبغى لها كلام. اذا تبغون توصلون للمحاكم شي ثاني، غير كذي لازم تساومون في طلباته. انا لا يمكن ادفع له ولا درهم. انت اخر وحدة تتكلمين، تصرفاتك الرعنة هاي ممكن سبب سكتة قلبية حق امك. انت شلون تكلمني كذي؟ راشد سامحيني عمتي، هذه اخرة الدلال ترى. انت شلون توقعين ورقة مثل هاي وتقولين غشمرة؟ بهالطريقة ممكن تسوين اي شيء وتقولين غشمرة. لا عاد حدك يما. سكتي راشد عشان خاطري. اصلا انا ما ابي منك شيء، ليش تتدخل؟ اصلا انا ما ابيك تتدخل. راشد انت لا تتدخل، ما ابي اخوك يكرهك ويكرهني اكثر. يا جماعة بس عاد عورتوا راسي، نحن مو بيعينيني علشان نتضارب. لا قولي حل بدل هاللغوة هاي. شنو هي طلباته؟ راشد ايش فيك يبا؟
حتى لو اني انا مالي صفه اني اتدخل، بس على الاقل اطرح وجهه نظر تفيد. تبغي تعرف ايش طالب؟ طالب نكتب نص المجمع باسمه. ول 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 نص المجمع مره واحده؟ حسبي الله على ابليسك يا نصور، ايش هالطمع؟ تبغين راي عمتي؟ لا تردون عليه ولا تعطونا اي اهتمام، وثقي تماما انه بيرد بعد فتره وبيعرض عرض اقل. لا، هو قال اذا ما وافقت بينشر العقد في الجرايد والمجلات. وبعدين؟ شنو بعدين؟ تخيل كل الناس تعرف عني اني متزوجه زواج عرفي، شلون بتكون صورتي؟ شلون برفع عيني في عينهم؟ مثل ما انت رافعتنها الحين وتتكلمين بكل حراره، بنت مستهتره متوقع منها اي شيء. راشد انت ايش فيك؟ سامحوني سامحوني كلكم، انا فعلا مالي دخل، بس لما اشوف بنت تتصرف باستهتار بدون ما تحسب حساب اهلها انقهر واستخسر فيها حتى التربيه. كنت قاسي معاها يا راشد. وانا رجاء ما احب حد يغلطني. راشد ايش فيك؟ ايش فيني؟ كلكم تدورون رضاها، كان اللي صار كله قضاء وقدر. امها صرفت عليها دم قلبها وربتها احسن تربيه عشان في النهايه تطلع مطربه وتطرد امها من البيت وتتزوج عرفي. ما كنت قاعده تبالغ؟ شلون ابالغ واللي قلته هذا كله ما صار؟ يعني بس انت لما تتكلم بهالطريقة كأنك ما ادري يا راشد ما ادري، بس دلال انا عارفها عدل عمرها ما تغلط. واللي قلته هذا كله كان مآثر وحسنات؟ مو بالضبط، بس شوفي عاد هم طلبوا رأي، طالما طلبوا رأي بقوله بدون رتوش ولا مجاملات، هذا طبعي لازم تعرفينه زين. منى في اشياء وايد عني لازم تفهمينها، وكل ما فهمتيها بسرعة كان احسن. أنا في مسألة الأخلاق ما عندي مساحات ملونة، يا أبيض يا أسود. دلال صبري شوي أبيك أكلمك. دلال بيت كله مليان وأنا أنتظر فرصة بس عشان أكلمك بروحك. خير؟ ليش متغيرة علي؟ إذا تبينا نتكلم بعدين، أنا مو فاضية لك. صبري شوي، دلال أنا أقرب وحدة لك، كلهم يبون يفرقوني عنك. هما من؟ ميس اللي وقفت معاي من أول ما بديت طريق الفن؟ ولا وحيد اللي وزيتيني عليه لين سافر، ومن سافر احتفست كل أموري؟ ولا نورة وروزة وميثة؟ ومعن؟ اللي ما خليتيني ازوره وليحين زعلان علي. تذكر شنو ولا اخلي شنو؟ حتى امي كرهتيني فيها، والوحيد اللي قربتي مني هو اكثر واحد يبي يضرني. مسرح ما انتشر الخبر. يا خالتي احنا مو غرب، واللي ضايق دلال يضايقنا. وهي ليش ما صدقت كلامك لما قلتي لها عني؟ هذه هي عندك اسأليها. خالتي معقولة بتعطونا المجمع؟ ما أدري، لا تسألوني عن شيء، أنا للحين مو بعرف شو بسوي. كلكم عم تحكوا عن الموضوع ودلال الوحيد اللي مفروض تعطي رأيها بعد ما قالت ولا كلمة. ليش ما تعلمتي من تجربتي معاه؟ أنا قلت حق خالتي عن كل مواقف الحقيرة معاي، مع أني ما قدرت أصارح أهلي أو صديقاتي عنه. أنت ليش ما صدقتي أمك؟ أنت أنكرتي. كان يهددني، بس مع ذلك قلت ما علي منه وحذرتك، قلت لك تسألي قلبك. كنت مغيبة، ما كنت قادرة أفكر ولا أميز. أنا أقول الأحسن ما تعطونا شيء، ما يستاهل ولا ما في خيله يركبه. عاد هو تخصص خيول، يركب ولا يهمه. كل ما تتكلمون عنه أحس إني مخنوقة.
معقولة طول هالمدة كنت مغشوشة فيه وما لاحظت شيء؟ يا جماعة احنا قاعد نضيع الوقت. خالتي اهم شيء تسوونه انكم تلغون الوكالة. مالك شغل فيني؟ وبعدين انتي ايش تبيني؟ هي تشمتين؟ اعوذ بالله، الا الشماته هتشمت فيكي ليه؟ انتي صعبانه عليا قوي، وعايزه الحقيقه اسالك سؤال محيرني جدا، يعني نابك ايه من كل اللي عملتيه فينا؟ انا ما سويت شيء. بعدين فرج انا ما ابي اشوف حد. استني بس هنا، قولي لي انتي رايحه فين؟ ما ادري. طب استهدي بالله، استهدي بالله وكل حاجه هتتصلح. شو كل شيء تصلح؟ دلال، دلال تغيرت، عاد هي الوحيدة اللي كان قلبها علي. كلنا كنا بنحبك. هذه انت قلتيها، كنتوا. مش حاجزب عليكي، كنا بنحبك. حتى الست الكبيرة كانت بتعتبرك زي بنتها بالظبط. لما كنا بنطلب منها أي حاجة كانت تقول ماليش دعوة، اسألوا شمسة، هي اللي مسؤولة عن كل حاجة في البيت. للأسف انت خسرتي كل حاجه بتصرفاتك، وبدل ما تحاولي تصلحي الامور عايزه تهربي. بس ما تزعليش مني يا شمسه، يعني انت بنت، ولو مشيتي من هنا وقعدتي لوحدك اعتقد ان ده هيبقى مش مناسب ابدا. ها لا تفتح حلقك تجلس تخلع عمرك اسمخ. الوكاله وكنسلوها، والموظفين اليوم عندهم عيد وفرحانين انك بتنجلع. اقلع الله ويحك، قم فز وانت تكلمني. قم انت، راسك عود على الفاضي. قلت لك الوكاله وكنسلوها مثل ما كنسلت اقامه زوجتي، وانا هنا لك حارس اذا ما طلعت بالطيب. اوكي، اذا ما خليك تدفع الثمن غالي يا خميس الكلب. تحمل السب، قسما بالله ان سبيت بتشوف شيء ما شفته. القهوه يا مفتاح. الحين انت جبتني وياك، على الاقل اشرح لي. بعدين خالتي طالبه منك الاوراق. بالضبط امي اللي طالبه. اذا على الاقل جايت بنفسها وخذتهم، مو يمكن نشوف ناصر نتضارب وياه؟ يا اخي انت بدال هالحنه هذه والوقفه تعال ساعدني لملك كم ورقه معاي. شو لم بالضبط؟ فهمني زين. اي ورقه، اي شيء فيها ارقام لما. حتى لو فواتير؟ اهم شيء الفواتير. اوكي، يلا وياك. ما قدرنا نعمل شيء، وعندهم أوامر بإغلاق المحلات. أنتم متأكدين هذه الشرطة؟ طبعاً متأكدين، وعندهم أوراق رسمية، وقالوا خلي صاحب البضاعة يرجعنا. الحين الدنيا كلها بتعرف. مو بأنا اللي قلت حق صديقاتك؟ أنا قلت لهم، يما أنا ما صدقت رجعنا حق بعض، وبعدين ما كنت متعودة أخش عنهم شيء. عيلتي رسين تقولي لي إن الدنيا كلها بتدري. أنت زعلانة مني؟ شو تبغيني اقول لك؟ لا، الفترة الأخيرة تصرفاتي كلها غلط، أحس كأني فقدت توازني فجأة. إيه تصرفاتك غلط، مو منك. من شمسة تحبني يمه، وأنا متأكدة هي ما سوت كل اللي سوتها إلا من حبها لي، ومفتكرة إنها تحميني. أنا الحين مو في شمسة، في هالناصر هذا. يمه إذا بتعطينا نص المجمع عطيه، فكيني منه. لا، أنا ما أرضخ لتهديد، واللي يبتز مرة يبتز عشر. عيل ناخذ منه الاوراق. اللي مثله ممكن يطلع اوراق جديده، وبعدين ممكن شوي نعطيه. لا والله لو يموت ما يطول مني فلس احمر. انت لو فيك ذره رجوله ما كنت بتثبت عمتك اللي بلحمك ودمك عشان كمل بيزك. انت اخر واحد يتكلم يا ولد الشوارع. عيب يا ناصر، هذا اخوك. راشد ما لك شغل فيه. منى طلعي فوق، طلعي. اسمع، إذا أنا ولد شوارع مثل ما تقول، فأنا كونت نفسي بنفسي، لكن إيش سويت؟ للأسف كنت أعتقد إني برد بحصل أخو أفتخر فيه، وبأخوي فشل. اسمع هذا كلك، أنا مو جاي أضيع وقت وياك هني، أنا جاي أبلغ هذا يروح يبلغهم إني أنا ما بسكت. هذا؟
على اخر الزمن ابوك صار هذا؟ يا راشد يا يما خلاص، انا تعودت على كلامه، صلوا على النبي، لا تفضحونا. لا تستاهل على الفضيحه يما، لا تستاهل. الفضيحه جايه بالطريق، انا حاولت استر على بنت اختك بس مو كفو الستر. شلون يعني تستر عليك؟ اخاف اقول لك يبا اعصابك الرقيقه ما تستحمل، عشان كذي بروح اقول لاختك يمكن هي تتحمل. ما قال يا شيخ، ما قال، بس كلامه كان يخوف. انا حسيت ان اللي قدامي مو ولدي، واحد ما اعرفه غريب عني، طول الوقت يدي على قلبي. انا ما طلعت من هالدنيا الا بهالاثنين، والاثنين يكرهون بعض كره العمى. حسبي الله عليه من ولد، هذا وانا بارته وما مقصر عنه بشيء. اذا انا ابوه يقول عني هذا ويقول اني ما سويت له شيء. الله يصلحه ويهديه. امين يا اخوي، عسى الله يهديه ان شاء الله. شو نقول بعد؟ ادعي لهم بالهدايه. عسى الله يصلحك يا ناصر. مجوهراتي. شلون؟ مجوهراتي اللي انسرقت، اللي سرقها ردها. لا، اللي يسرق ما يرد. أكيد كانت مكانها وما انتبهتوا لها. أي ما انتبهنا، أقولك منى دورت في كل مكان، حتى الشرطة دوروا وما لقوها. يا بس تدري اللي سرقها ما المفروض يردها، لأن نحن نسيناها. جنيت عمتي تكفين قصر حسك لو راشد يسمعنا. شو يسمع بالضبط؟ أنا جاي أسألك عمتي، أنت لقيتيهم خلاص. أنا ما طلعت من بيتي هالحزة علشان أسمع هذا الكلام. جانيت تقول إن لقيتهم داخل الجناط، والجناط ما انفتحت لما كانت هني، لأن أنا ما احتجت أفتحها، وأرقامها سرية، وأنت اللي قفلتيها هناك، ولما رديت أنا فتحتها، قلت حق جانيت رتبي الأغراض، يعني من الأول كانوا داخل الجناط. أدري. تدرين؟ عمتي سامحيني الله يخليك، صدقيني سويت كذي لأنك كسرت خاطري. ثاني شيء أنا حبيت أخلي بين نصر وشمسة مسمار عشان كل واحد يشك في الثاني، وصراحة يعني عمتي ما يصير لهم يقعدون في بيتك وانت برا كذي. يا سلام، وما فكرتي في الناس اللي اتهمناهم؟ ما خطروا على بالك يا منى؟ بلا، أقصد عمتي أنا ما توقعت إن بيشكون في عزيز، وثاني شيء أنا سويته بحس النية. عمتي تكفين الله يخليك، لا يدري راشد، انت تعرفين دا جرى في هالمسائل ما يرحم، ويمكن يطلقني بعد، ودايما يقول لي اللي يكذب مره يعني يكذب ألف مره. الله يخليك عمتي تكفين. ما اقدر اقوله يا منى، بس تصرفك هذا وايد غلط، وانا ما اقدر اصلح الغلط بغلط ثاني. انا ادري انك تحبيني، بس الغلط غلط. انت متاكد ان دلال ما تبي؟ ما ادري، انا ما شفتها ولا قعدت معاها، بس انا اصدق ام شيخه. تقول ام شيخه ان دلال وافقت عليه علشان بس يكون معاها بالصوره، يعني مجرد ما هي تكون بالوسط الفني بس. مبرر تافه، اللي ما يقدر يحمي نفسه ما حد يقدر يحميه. معاك حق، بس هذا اللي صار. وتوه تكتشف ان ندل؟ بالضبط. المطلوب منا نلاقي شهيدينه. بس المشكله كلها وراك سليمه. معن، شوف، كل هذه طلبات، الشهر هذا بس في طلبيتين، وكل طلبية مبلغ كبير. زين وين المشكلة؟ المشكلة إن ما في فواتير بيع. إذا الطلبية الأولى خلصت وطلبوا طلبية ثانية، هل وين فواتير البيع؟ معن، الظاهر إن في أوراق ما سلمونا إياها. لا، هم سلمونا كل الأوراق. هم يدرون إن المعرض باسم دلال، بس أمها هي الآمرة الناهية بالموضوع. هاي الموضوع في إنه. ليش سويتي كذي يا شمسة؟ ليش خليتيني أحس إني منبوذة؟ خربتي فرحتي بنجاحي، كانت فرحة ناقصة. حتى أمي خليتيني أصدق إنها تغار مني، مو خايفة علي. ما عندي رد عليك، أحس إن أي شيء بقوله ما له معنى. صدقيني دلال، في شيء واحد لازم تعرفينه، أنا والله أحبك،
واللي يحب يحطم يا شمسة. دلال أنا فعلاً كنت أحس إنهم يستغلونك طول السنة، وأنتي تصرفين عليهم وتعطينهم الهدايا، وهذا غير خالتي اللي تصرف عليهم بالهبل. وهم كلهم مليونيرية، ولا واحد فيهم محتاج، كلهم كبارية وعيال ناس، ما في حد يبلج هدية إلا في المناسبات، والمناسبة الوحيدة اللي عندك هي عيد ميلادك، وعيد ميلادك يا دلال مرة في السنة. بس أنا كنت سعيدة، سعيدة يا شمسة، عمري ما حسيت إنهم يستغلوني، حتى يوم بديت مشواري الفني كلهم تفرغوا لي، حسيت إنهم واقفين معاي من قلب. يعني أنا غلطانة؟ مو يعني، إلا أكيد شمسة مو كل يوم الواحد يبني له صداقة. هذول أصدقائي من سنين، أنا ما ألومك أنت بس، حتى أنا ما كنت قد هالصداقة، ما كان المفروض أسمع أو أصدق أي شيء اللي بأدله. أدري الحين صار ماني مكان، صارت قاعدة ثقيلة عليكم، صدقيني دلال ما عندي مكان أروح له. أنت عارفة أن ما لك مكان إلا هني، وما راح تطلعين منه إلا مثل منى عروسة. عروسة؟ إذا كان على أمي حاولي تتجنبينها هالفترة لين تصفى النفوس، خصوصا هي زعلانة مني الحين. أنتي ما تعرفين خالتي، خالتي إذا حبت تحب، ولما تكره يا دلال تكره. أنتي اللي ما تعرفين أمي يا شمسة، أمي تظاهر أنها زعلانة وماخذة موقف، بس أي بادرة طيبة من الشخص اللي ماخذة موقف منه راح تتراجع على طول. صج إذا كنت أنا أعرفها لهالدرجة ليش ما رحت لها؟ ليش نطرتها لأن إيه تدوس على كرامتها وتيني؟ صدقيني يا شمسة أنا وايد أذيتها، وأنا بعد، بس أنتي ممكن تغفر لك، ممكن تسامحك لأنك بنتها، ما أنا ما أظن. الوقت مو متأخر حق شيء في مصلحتنا، وعموماً أنا مو جايني نوم، راوني اللي عندكم. يما شيخة ترى الأوراق ملفات ما فيها شيء يسوى ولا شيء واضح ولا محدد، بس ياسر نبهني حق نقطة، بس هم ما أدري شلون نستفيد من النقطة هذه. شوفي خالتي، قبل يستلم المعرض كان الدخل يتراوح ما بين 400 إلى 600 ألف شهرياً، ومن استلمه ما في أي أرباح، في طلبات كثيرة تأكد البيع، بس ما في بيع ولا في فواتير. خلاص انا بكره من الصبح بروح لنايف وبساله. زين لو سمحتي خالتي، ممكن اسال ولا استفسر عن شغله؟ عفا عليك يا ياسر، انت مو بغريب، ولو انا عادتك غريب كان ما دخلتك في سالفه عور الراس. يا علاتك ام شيخه، ام شيخه يكون باردتك بالنمره هذه ترى. استريح انت، قول يا ياسر. انت قلتي ان الشهود كانوا من الشركه؟ دلال تقول. اذا ما فيها شيء لو تاكدتي منهم يمكن لاقي شيء غلط. الاسماء صحيحه وأرقام بطايقهم كلها صحيحة، حتى توقيع بنتي للأسف إنه صحيح. ما حدش بياخد في الدنيا أكتر من نصيبه، الحمد لله. أنا دلوقتي مبسوطة،
ربنا كرمني بزوج طيب وخلفة طول عمري كنت بحلم بيها، وناس طيبين بحبهم وبيحبوني. ست والدتك كانت آخر كرم معايا، ومعن كمان الله يكرمه معارفه كتير نقلي الكفالة و... ايه ده؟ مسج. في حد يعمل مسج في وقت متأخر بالشكل ده؟ عادي، المسجات ما يبي لها وقت. طب على الارض كده ما عرفتش اتصرف، اتلهيت. الله يقومها بالسلامه يا رب. حاشو قالوا انهيار عصبي، الدكتور عطاها ابره مهدئ وامي بتقعد عندها. زين شو سبب الانهيار العصبي؟ شو ماله هو؟ سيسي انت شو مسوي في البنيه؟ يا عم انت حتبلع عليا؟ والله ما عملت حاجه، ده هي يا دوبك مسكت المسج قريته راح اتطبع على الارض على طول. مسج من منو المسج؟ ما اعرفش، ما لحقتش اسال. معن معن شكل بيتضارب ويا حد. زين عمتي شيخه شو اخبارها؟ يا ابني البنت اللي تعبانه مش امها. يا الدعمه الام اللي تتعب ما بتضنع. طيب يا فالح اسمع يا مره، من يخلصون منه بنطلع وراهم، بنصير عند منى عطتنا بيته بنسكن فيه بسنا على ابو بس. كله مشاكل ومشاكل ومشاكل، صح ان العيشه هناك حلوه وطيبه لكن مشاكله ما تخلص. انا مرتاح، واحد كبر تعب بس. سبحان الله، على طولك ده لكن بتتكلم صح. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. مالي يا شر خالتي، ان شاء الله تصير احسن. يا رب الله يشفيك. الله يشفيك يا ام حبيبتي دلال. بس بديتك بس حبيبتي بس. بسم الله عليك، انا يمك يا ماما، انا يمك حبيبتي. لا لا دلال، في المسج مو مسج، بلوتوث. شو تتوقع فيه؟ واضح من انهيارها اشوف البلوتوث. اذا شد ابره ايش رايك تمسحها؟ طبعا اذا مسحته من التليفون ما راح ينمسح من راسها ولا من راس امها ولا من راس الناس اللي شافوه ولا اللي بيشوفونه. مبين رقم المرسل ولا اسمه؟ لا، ظهر من سلم من كمبيوتر. تشك في حد؟ أنا ما أشك، أنا متأكد. يظل شك وتظل المسكينة تدفع ثمن اختيار خاطئ. الغريب يمكن يصير لئيم ويضر، بس القريب شلون؟ شلون؟ ما عنده غارية على هلا على دمه على عرضه على